سأبتدئ سلسلة من التكريمات المتعلقة بفئة خاصة من العمال والمهارة الذين نمر بجوارهم غير عابئين بهم من أمثال عمال النظافة اللي كيسميهم بعض منا بعمال الأزبال. إذا بوزبال هما حنا هذوك النظافة كما كيسميهم واحد طفل صغير دكتور يا دكتور يسهرون على نظافة أحيائنا ومدننا. فهذه دعوة موجهة لكم جميعا للمشاركة في تكريمهم عبر هذا الفيديو، وتحية خاصة لهم ولأمثالهم. المكرم المقبل سيكون أحد المهارات في مسح الأحذية إن شاء الله. إذن إلى الفيديو المقبل.